لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إننا نستخلص من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك، فإن لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نرزق، اللهم نسألك ذل وانكسار بين يديك. اللهم ارزقنا شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته. ايها الاحباب الكرام، ايها المؤمنون، نحن الان في مصاب جلل، في مصيبه الموت. اذا اصابتكم مصيبه الموت، يقول الله سبحانه وتعالى سماها مصيبه الموت، صبها الله سبحانه وتعالى مصيبة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات. يقول الله حق، يقول سبحانه وتعالى في سورة الملك: تبارك الذي خلق الموت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت كامل هو ابتلاء، باش اختبرنا الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، الموت كامل هو نهاية ديال أي واحد اللي كان طاغي فوق الأرض، اللي كان مزيان، اللي كان هذا كيتنتهى العمل ديالو مع الموت. الموت هو بداية الرحيل، بداية أنك كتنتقل للآخرة، ماشي سالينا الحساب، هو بداية ينطلق حياة آخرة. حنا مسلمين ما كتنساش، ما كتنساش الحياة ديالنا، الحياة ديالنا هي الآخرة. ولا دار الآخرة خير وأبقى، الآخرة هي الأساس، الموت هو قنطرة إلى دار الآخرة. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل منازل الآخرة. أول منزل منازل الآخرة هو القبر، هو القبر. فلهذا أحبائي عز وجل، نسأل الله تعالى الأخين الثبات، ونحسبه شهيدا عند الله تعالى، لأنك قل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الشهداء أربعة، المبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمهدوم شهيد، ومن قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد. فنعتبره شهيدا عند الله تعالى، أن الأب قدم شهيد الآخرة، يتلاقاه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. كل شيء بالأجر، حتى شي حاجة عند الله تعالى، كل شيء بقدر، كل شيء عند الله تعالى بقدرين. فالأساس الموت هو تذكير لنا حنا كاملين. علاش؟
باش نعرفوا بان احنا ليس خالدين في هذه الارض، عندنا حاجه اخرى كتسنانا. فلا مكان اللي كيحب هذا السيد هذا خصو يحدث تغيير فيه. علاش؟ لانه شاب كان خلاق مزيان مرضي مع والديه كذا. الله تعالى هو اللي ختم له هيدا، ماشي شي واحد اللي ختم له هيدا، الله اللي ختم له، الله ختم له هذه الخاتمه هذه. علاش؟ باش نذكروا الموت واحد جميع، كل واحد باش الله قدر عليه الموت، ولكن الاساس الرساله اللي خصنا توصلنا كحنا كشباب، اللي ما كيصليش خصو يصلي، اللي ما مرضيش مع والدي خصو يكون مرضي مع والدي. هذا الدرس، هذا هو الدرس ديال الموت، هي تذكيره تذكرنا حنا اننا خصنا نغيروا العلاقه ديالنا بالله تعالى والعلاقه ديالنا بالوالدين ديالنا. لان علاش؟ رضا الوالدين في رضا الله، واللي ما راضينش عليه الوالدين راه ما يدخلش الجنه، والله ما يشوفها. اللي ما راضينش عليه الوالدين والله لا شافها، باش نكونوا واضحين. اللي ماشي ما راضينش عليه الوالدين والله لا شاف الجنه، لان رضا الوالدين في رضا الله سبحانه وتعالى. فكذلك حبايب العز وجل، خصنا نكونوا نغيروا العلاقه ديالنا بوالدين ديالنا والعلاقه ديالنا بالله تعالى باش نكونوا من الفائزين. وكل واحد كيفاش يختم الله تعالى. فنسال الله تعالى الاخ ديالنا الثبات، لان الان يسال كلشي، ما كاينش نبي رسول كما كان كينزل هنا كيذوق اللي ذاقوا جميع اللي كتب عليه الله تعالى انه يسال. يسال الان فنسال له الله له الثبات. لا تثبت الله تعالى هذاك اللي خصنا هو ان الله تعالى يثبته. الواجب ديالنا حنا هنا شنو هو الواجب ديالنا؟ جينا هنا الواجب ديالنا هو اننا ندعيو معاه باش الله تعالى يثبته. اللي كيحبو كيدعي معاه، هذا هو الاساس. البكاء ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما قال ربنا عز وجل، ان لله وانا اليه راجعون. هذه القوله ديال المؤمن هو التفويض لله سبحانه وتعالى، لان الله تعالى الذي كتب عليه الموت ما كتبوا عليه حتى شي واحد. فالرضا فالرضا، نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، لا نسخط ولا نشمت ولا نكفر. كاين انسان اللي كيصيبو مصيبه الموت كيخرج. علاش؟ يا مصيبه باش يشوفك الله تعالى واش تراضع، امتحان انا ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللسان بالقلب، شني القلب كيقول شني اللسان كيقول. كنقول والحمد لله، ولكن القلب واش كيقول الحمد لله؟ واش مطمئن؟ واش راضي بقدر الله تعالى ولا ما راضيش بقدر الله تعالى؟ فان كنت راضي بقدر الله تعالى، من نختموا بها ديالك، من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله. اللقاء فاش كيبدا؟ حنا كيسحبنا حتى كنجينا حتى كنموت، اللقاء كيبدا ملي كنتوضا ونصلي. اللقاء ديالي ملي كنكون مرضي مع والدي. اللقاء ديالي ملي كنكون كنتعامل بعشره. هذا هو اللقاء مع الله تعالى. حنا كنفهموا لقاء الله حتى كنموت، لا، لقاء الله كتحضر له من البدايه ملي كتكون باقي في الدنيا. اما لا جيتي هنا تسالى العمل تسالى كلشي، ملي تكون في الدنيا ملي تكون هذا كتراقب الله تعالى. هي انا عمشي لسني صدق مع والدي، كي داير مع العلاقه ديالي مع والدي؟ لا ماشي مع والدي مزيان، نعدل العلاقه ديالي مع الوالد. هذا هو لقاء الله تعالى. لقاء الله تعالى ماشي بالهضره، لقاء الله تعالى بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الدين ديالنا كامل مبني على العمل، ماشي الاقوال المحدثه. ايمان قول وصدقه العمل، القلب ايمان القلب، ولكن العمل لا بد من العمل. العمل هو الاساس، هو البرهان ديال الصدق ديالك مع الله سبحانه وتعالى. فنسال الله تعالى ثبت. نخليو الدعاء الشرفه ديالنا الفقيه ديالنا يدعي معاه شي دعوه مبروكه ان شاء الله تعالى. ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم، انك انت التواب الرحيم، يا مولانا انك انت الغفور الرحيم، واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. اللهم يا ربي انفعنا ووفقنا بالقران العظيم، اللهم يا ربي ثبتنا وثبت عن سبيل الشيخ الله الصالح.
منا ولا تفعلهم يا رب رحمه الخطان نار اللهم يا رب انتسابهم اللهم يا رب يسر حسابهم اللهم يا رب تعزنا كما ابهم اللهم صل الضليل مقعد صدقين ذلك مقتدر فيما يخص الوالدين والوالده والاخوان والعائله فنحسك لهم على الجنازه اللهم يا رب تقل عليهم الصبر اللهم يا رب تقل عليهم الصبر مقام الشد اكبر مصيبه وهي مصيبه الله سبحانه وتعالى اكبر مصيبه وهي مصيبه اللهم يا رب العائله ديالو الوالد والوالده بسم الاخوان ديالو والجميع الاشراك الله يدخل عليهم الصبر اللهم يا رب تقل عليهم 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 اللهم يا رب يعاونهم برضا ديالهم اللهم يا رب يعاونهم برضاه اللهم يعاونهم برضاه اللهم يا رب يثبتنا وثبتهم الناس في كل شيء وسنه اللهم يا رب يرفع الحسنه اللهم يا رب عشر صفوات اللهم يا رب عشر صفوات اللهم يا رب يرفع الحسنه اللهم يا رب حتى حرمك لله حالكم كنز الله حتى حرمك في طاعه الله اللهم يا رب حتى حرمك في طاعه الله اللهم يا رب يسر امورنا اللهم يا رب يحفظ امه محمد مشارق الارض ومغاربها اللهم يا رب حمقى لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم احمينا عليها وامتنا عليها وابعثنا عليها على مخيار اهلها اقرا الفاتحه جميعا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط